السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف تحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار. خوتي اليوم راني في بوكزول، عندي رحلة إلى مدينة وهران. ربي إن شاء الله يقدرنا ربي العالمين ونجيب لكم جديد إن شاء الله يا ربي العالمين. خوتي هذا الأيام راهي سخانة كبيرة، اليوم راهي جمعة مباركة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شوفوا الرملة الله يبارك ما شاء الله. سخانة كبيرة، بسم الله يا ربي. واحد البلاصة الله يبارك ما شاء الله. خاوتي الإنسان دائما كي يجي يشد الطريق يسمي بسم الله ويدعي ربي العالمين أنه يحفظه ويحفظ الآخرين مستعملين الطريق. ربي إن شاء الله يحفظكم ويستركم خاوتي، بسم الله يا ربي الأعمال عليك. جمعة مباركة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله هذا الفيديو يشوفوه الناس خاوتي اللي راهم في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب. كل واحد نتبادلوا الفيديوهات، كل خطرة ندير لكم فيديو في بلاصة. شوف قراب وراه، كل خطرة ندير لكم فيديو في بلاصة، نهار في الشرق ونهار في الغرب. إن شاء الله نزيد نروح الصحراء وندير لكم فيديوهات. ربي إن شاء الله يقدرنا يا ربي العالمين ونجيب لكم جديد. خاوتي دائما كالعادة في التأني سلامة والعجل، لأن دائما هذا الأيام راهي سخانة كبيرة، وخاصة الناس اللي عندهم مسافات طويلة نقول لهم ساعدوا رواحكم على قد ما تقدروا. الإنسان اللي ينعش لازم يرقد، واللي نقولوا عيان لازم يقاري يرتاح يتفقد المركبة نتاعو، تتغدى تاكل مليح تشرب مليح باش الإنسان تعود عنده طاقة، وخاصة شيفور الشاحنة سياقة صعيبة وراهي مسؤولية كبيرة عند ربي العالمين. وهنا راني خرجت من ولاية الجلفة ودخلت الولاية المدية. ألف تحية وتقدير سكان المدية وخاصة الناس قصر البخاري والشهبونية، ربي إن شاء الله يجازيهم ويعافيهم إن شاء الله. خاوتي وحبابي ومتابعين قناة عبد الجبار كامل كبير وصغير، خاوتي راني داير واحد المبادرة تغرس الأشجار، كل ولاية نغرس فيها شجرة، وخاصة البلايص اللي كيما هذو لمحاربة التصحر وحفاظ على البيئة نتاعنا. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف أنا ما عرفش شكون اللي طيح التبن نتاعو، والله مصيبة كبيرة، ما كانش حتى موليه راح وخلاه. ربي إن شاء الله يحفظنا ويسترنا. قلت لكم خاوتي حفاظ على البيئة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يوصينا أننا نغرسوا الأشجار. قال لك لو كان تكون راح تقوم القيامة في يدك شجرة كمل اقرسها، هذا الدليل انه راه عندك اجر عظيم. ربي ان شاء الله يحفظنا ويحفظكم خاوتي، والله لو كان يعني كل واحد فينا، شوفوا هذه الشجرات راح يموت، لو كان كل واحد فينا يغرس شجرة، يعني الجزائر راهي كل خضراء الله يبارك. راكم شفتوا الله يبارك مع الطريق المدية كيفاه الغابات من البرواقية المدية ومن الشفة من بليدة المدية الله يبارك، جيج القسنطينة جبل الوحش، يعني عندنا ثروة كبيرة غابية. وكم شفتوا يعني البلايص اللي تحرقوا العام اللي فات نعوضوا على الأقل ثلث نتاعها، والتالي بها تعوضها كل أصعب الحال. ربي إن شاء الله يحفظنا بلادنا وبعد عنا رفقاء السوء إن شاء الله يا ربي. هنا راني دخلت بلدية بوكزول، هذا هو البلاصة اللي حط فيها السوق فوت الروب ودور أدروات، تقبل طريق المدية الجزائر العاصمة مع طريق الشفاء وقصر البخاري، تكمل ديريكت وموثني تروح للمدية والجزائر العاصمة وتطلع على لوطرود طريق الشهبونية تيرت، ولا تدور عين والسيرة الجلفة.
نهارنا خرجنا من بوكزول، هذه هنا سبخة دائما يحجر فيها الماء، هاي ناشفة. اللهم اغيثنا غيثا نافعا غير ضار يا ربي. راه يقول لك ارتفاع محدود على علو 525، يعني شاحنة ومركبة عالية كوتينير حاوية، يعني وتعود عالية، ولو واحد مشارج يتبن ولا حاجة لازم ما يفوتش 525. علاش؟ كاين جسر القدام تاع المحول تاع طريق الجلفة الجزائر العاصمة، تكمل ديريكت تروح تيار الشهبونية، دور أدروات، تطلع اللوتورود اللي تديك البليدة الجزائر العاصمة. هذه اللوتورود راهي حابسة هنا، دير رومبو ترجع تدخل بوكزول، ومن بعد تولي تدخل لطرود كما العادة حتى الجلفة حتى العين مسيرة. من هنا وروح قريب للشهبونية كاملة الطريق، يعني تبدأ مكسرة، لازم الإنسان يمشي بعقله على قد ما يقدر. بكري هذه الطريق خدمتها بالبلاطو، كنا نخدمو بقايد حيسي مسعود، نجيو حتى هنا لبوكزول ونولي وندورو مع طريق عين وسيرة. يعني كانت معاناة كبيرة، كانت الطريق مكسرة كامل، طريق لاروكات كاملة مكسرة. كان كي تلحق ليها هنايا الماتريال دقدق، الدنيا كامله طارت. الحمد لله دوك راه مازال مورس وجهه الشهبونيه، ان شاء الله يريقليوها ان شاء الله. في بومباج كبير حتى في سيد العجال، في لا اله الا الله محمد رسول الله. رشيقه كاينين بلايص اللي راهم مازالوا فاسدين. نوصي خاوتي دائما، يعني السيكوز في الطريق تعود فاسدة، يعني حاول انك تمشي بعقلك. علاش؟ اول حاجة السيلان بلوك تفسد لك، ثاني حاجة اذا مارتوسور ولا بالويت ولا حاجة راهي تتكسر، ومع مع القطاع الغيار يعني ماهوش اصلي، يعني رايح تخسر. انسان يساعد روحه ويشوف حفرة يفرين بالاقل، وخاصة الناس يعني اللي راهم مشرجين، كي تكون مشرجي وماشي كيما فرغان حوايج بزاف، حتى الستالاسيو تاع التريسيتي تاعك، اللامبولات يتحرقوا، يعني حوايج بزاف اللي راح تفسد. اللامبول كي تعود تمشي بالضوء ولا نقولوا الميكانيزم تاعو تتحرك، اي حاجه سي لام بلوك لا سي بورا تاع الموتور، اي حاجه رايحه تخسر. انسان كي يخرج هنا، راني خرج للطابي نولي نمشي المشي نتاعي العاديه، ماش هذه هي الحاجه اللي رايحه انه الانسان يكسر حوايجه ولا لا. بغى راهي مش المركبه تاعك، راهي مسؤوليه كبيره عند ربي العالمين. حتى نوصي خاوتي اللي راهم يخدموا في الطريق، يعني راهي مسؤوليه وراكم تحاسبوا عند ربي العالمين. انسان لازم يتقن العمل تاعو،
هذو الطرق اللي راه متكسره وهذه الناس دعاوي دعوي الشر اللي راه تجي اول حاجه تجي المسؤول هذا اللي راه قاب الطريق على تسني انت بلاصه فاسده وتروح تخدمها ولا تواسي اخدمها قد مانيش قادر اخويا خلي مني يخدمها او اللي ينوض الصباح ويتلاه في حفره يقول الله لا تربحوا عليه يعني الانسان يخدم خدمه قد عليه الانسان يعني واحد تقلاطي به مرسور وقادر حتى يتقلب واحد يموت وتولي الروح في رقبتك إنسان لازم يدير الحساب هذا مش غير قال خدمته وديت دراهمك وروحت ومن بعد راه فيها حساب وعقاب راح تكون حفرة مثلا يخبط فيها واحد يطرطق له مرتسور والله ويروح يمشي في فراج ويتقلب بالسبة نتاعك انت الروح في رقبتك أنا مانيش نفتي ولا حاجة بس على الإنسان كاين امورات انا مال مسقسي واحد الشيخ نقول له مثلا واحد كي يدير حادث ولا يكتب بعيد الشر واحد ولا حاجه قال لي ترجع القانون المرور وترجع الاخر اذا راك غلط انت اللي تحمل مسؤوليه الشخص هذا اللي مات حركت ستوب ولا خليت حفره ما ردمتهاش ولا درت حاجه انت يا اللي راك نقولوا متسبب بالحادث تاع السيد هذا والله واحد معوق انا كيف شحال من واحد يحكيوا لي على الجباحية على المنحدر هذاك والناس اللي تقاسوا يقول لي بسبب هذه الحفر وبسبب هذه السرعة الفائقة بسبب هذه الحمولة الزائدة بسبب غش في الطريق والله ما نسمح له عند ربي عليه راجل رجليه تقصوا ولا ذرعيه ولا بقى معوق طول عمره ولا ماتوا وليداته قدامه ولا سبحان الله كيف راح يسمع لك ما يسمح لكش إنسان لازم تكون عنده ضمير الدنيا هذه آخرتها موت ما كان والو كانوا كاينين طرقان من عهد الاستعمار من عهد فرنسا ما زالوا مفسدوش عليه مخدومين مليح وكاينين طرق هم ذوك طابي عاود 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 كرهت الناس كرهت ناس كاملة تقدق لها الماتريال ناس كاملة يعني سبحان الله العظيم تقعد تركي ما هكذا رانا في 2022 وما زال هذه ترجع للضمير نتاعنا حنايا اللي عنده مسؤوليه في حاجه كامله وكل تتحاسب انا راح نشارجي مثلا كيم ينتم نشارجي فيه هو يهز 400 ولوحلو 800 انا رايح مثلا نخدم حفره كيما هذه نورمال مون عدل نديرها دودانه ولا نديرها هابطه هذه ترجع للضمير نتاعك احنا اللي رانا مسؤولين كامل كبير وصغير الناس اللي احنا اللي رانا مسؤولين على البلاد هذه نتحاسبوا عند ربي العالمين شوفوا هذه الفوسي هذا هاو الطرطة كامل منين من الغش لو كان جا مخدوم بوطون ارمي مليح يتكسر ولا يتشق ولا شوف فيه راب كامل هذا معليش هك خدمت وديت دراهمك ورحت ومن بعد ربي العالمين راه ما تخفاش عنه حتى خافية لازم الانسان يحاسب روحه قبل ما يحاسب ربي العالمين والله يخلي الانسان يخلي العرض نتاعو مليح الناس كامل تدعي لك بالخير وحتى وتروح وتدي الدراهم هذوك يعني وتخليهم الوراث ويقولوا الله لا ترحم له حتى اعظم والله ما يدعيوا لك بالخير ربي ان شاء الله يبصرنا بعيوبنا خاوتي عاونونا باللايك وبالجرس بالكلمه الطيبه ودعوي الخير نتاعكم انسان ما على بالوش الدنيا هذه كيفاش السلام عليكم ورحمة الله